رح ارجع تابع معك طبعا. انا اسمح لي معنا مداخله من نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعصيري، هو معنا مباشره عبر الهاتف في هذه الاثناء. صباح الخير. صباح الخير مدام كاترين، صباح الخير لمعالي الاستاذ فادي عبود. صباح النور. نعم دكتور محمد، عندك مداخله بما يتعلق بالمعلومات يعني التي يتم التحدث عنها من القاضي عويدات وايضا من الرئيس بري بالامس عن موضوع تحويل الاموال الى الخارج، وبنعرف انه حضرتك حكيت كثير بهذا الموضوع تحديدا عن الاستنسابيه بالتعاطي مع التحويلات. هل عندك معلومات جديده او تعليق جديد على هذا التطور؟ مدام كاترين، بعد لا يزال الموضوع بين اخذ ورد وبعد في التباس في الموضوع. خليني بس وضح وجهه نظري. تفضل. حتى اذا بقدر ساعدني زاد التباس. في هناك التحويلات اللي جرت قبل 17 تشرين اول، والودائع اللي صارت تحويل ودائع بعد 17 تشرين اول. انا مشكلتي بالودائع اللي تحولت بعد 17 تشرين اول بشكل انتقائي او بشكل استنسابي مثل ما بعض الناس بتسميها. نعم. المشكله الاساس هون، المشكله الاساس انه في القرارات اللي اخذتها الادارات العليا في بعض المصارف اللي قامت بالتحويل الاستنسابي او الانتقائي. المشكله بما يتعلق بالتحويلات بعد 17 تشرين اول، بالنسبه لي انا ما له علاقه بالمودعين اللي حولوا، لان التحويل هيدا مشروع لكل العالم، وهذا مش دفاع عن اي مودع، ما بعرف مين اللي حول بالاساس. بس المشكله انه اذا كان في شيء اسمه كابيتال كنترول بهذيك الوقت، اقله ديفاكتو عاملينه من دون قانون، اذا اتفقنا كان في كابيتال كنترول هيدا المفروض ما حدا كان يحول. على الكل يعني، على الكل. نعم. اذا اتفقنا انه ما في كابيتال كنترول على اساس ما في قانون وهذا شيء صحيح، المفروض كل المودعين تحول. اما العمل الانتقائي او السنسيبي، انا برايي هون اذا بتسمعني مع الوزير خالف الراي، هذا عمل غير قانوني، مش بس غير اخلاقي، اكيد غير اخلاقي، بس عمل غير قانوني. قصدك انه الاستنسابيه يعني. نعم. هي جرم بالقانون. نعم. استنسابيه بتطبيق القانون. انا برايي. نعم. جرم لما اذا في كابيتال كنترول المفروض ما حدا يحول، اذا ما في كابيتال المفروض كلهم يحولوا، ما بيجوز للاسف. خليني بس انا انطلق من شغلي انه المشكله بلبنان سياسي والحل سياسي، ولكن المشكله زاد تعقيدا بسبب تصرف او بسبب سوء ادارات بعض المصارف، خصوصا اللي قامت بهالتحويل الانتقائي. نعم. نعم. طيب انا هون بدي اسالك، يعني الشيء اللي قاله الرئيس بري بالامس. نعم. سنه وخمسه مصارف انه اصحابها حولوا اموالهم الشخصيه البالغه مليارين و300 مليون دولار الى خارج لبنان، بالتزامن مع الشيء اللي قاله القاضي عويدات ايضا، والرقم يعني هو نفسه، هل يضيف هذا الامر اي جديد يعني على ما كنا نعرفه ونسمعه يوميا؟ نعم. بهذه القضيه انا مدام كاترين، اول شيء انا كثير انبسطت لما سمعت اقل ما نسب الى الرئيس بري. انا ما سمعت مباشره، بس نسب الى الرئيس بري انه تحدث على تصرفات اصحاب المصارف. هذا شغله كثير مهمه. انا ما عندي علم او ما عندي معلومات بتقول اي مصارف حولت لاصحاب المصارف او الاداره العليا، بالفعل ما عندي علم. الوحيد اللي بيقدر يعرف يعطي المعلومات او بيعرف المعلومات هو هيئه التحقيق الخاص لدى مصرف لبنان. طبعا انا ما لي اي حق. نعم. هون بدي اسالك لو سمحت لان سؤال بيتبادر لاذهان كل الناس، انه قد ايه كمان هذه الهيئه ممكن، لما بتعرف صار عندنا شك بكل شيء، قد ايه ممكن انه ايضا هذه الهيئه تكون حره ومستقله 100% لحتى تسمي الامور باسمائها، سواء تعلق الامر بتورط فعلا اصحاب مصارف او حتى باسماء سياسيين كبار في هذه القضيه. مدام كاترين اعطيني بس دقيقتين اذا ممكن. لا اعطيني بس دقيقتين. تفضل. نعم. اول شغله
انا بعطي يعني بعطي رايي مبني على تجربه انا عشت بهي تحيل خاصه. ما عندي ادنى شك انه هي تحيل خاصه عم تقوم بواجبها وبتقوم بواجبها، بس هي الخاص هي التحيل الخاصه بده يجيها طلبات محدده معروفه واضحه بتقوم بواجبها. ما في اشكال، ما لازم نشكك ابدا بعمل هي التحيل الخاصه. هيدي هيئه مهنيه عندها اكسلنت بروفيشنال ستاندينج سواء على العامه او صعيد الهيئه نفسها اللي برأسها حاكم مصدقين. هيدي بس ما لازم يكون موضوع تشكيك على الاطلاق. اي طلب بيجي من اي جهه رسميه لنقول مثلا من النائب العام التمييزي اكيد هيدا حيله خاصه بتتجاوب. بس خليني اطرح انا هون حل لمشكله التحويل الانتقائي، ملاحظه وحل. الملاحظه ما عم بقدر افهم انا كيف ممكن اصحاب المصارف بحال هالشيء حدث، وانا برجع بكرر انا ما عندي معلومات دقيقه اذا صار هالشيء تم، بس لارجح انه تم لما رئيس بري بيحكي على خمس مصارف قامت اصحاب تحويل، يعني في شيء من الموضوعيه بالكلام ايضا. انا شخصيا ما عندي المعلومات، بس ولكن كيف ممكن صاحب البنك اللي بحال حول الوديعة لبرا بعد 17 اكتوبر يطلب او ينتظر او يتوقع من المودعين يوثقوا بالبنك تاعه اذا هو وديعته برا صارت ومنع تحويل مئات الاف الودائع، مئات الاف الودائع؟ اي شغله. الشغله الثانيه كحل، انا بتمنى وهذا شغله ضروري جدا، انه اذا هالشيء تم، اذا بعض اصحاب المصارف حولت ودائعهم لا للخارج سواء وداعهم او جهات المقربه لهم بعد 17 اكتوبر، المنطق والواجب المفروض يصير انه يرجعوا وداعهم للبنان. رجعوا. انا ما بقدر كصاحب مصرف اطلب من المودع تاعي يوسف المصرف تاعي اذا انا وديعتي ما رجعتها. انا قائد للبنك المفروض انا اكون قدوه لغيري. خليني اعمل ملاحظه كثير مهمه كمان، تسمحي لي ملاحظه مهمه باختصار شديد لو سمحت لانه ما بقى عندنا وقت. نعم 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 نعم. هلا الشيء اللي عم نحكى فيه بالكابيتال كنترول بحال في تنظيم له او قانون او تشريع او تعميم مصدرين يلي هو يلي بيقول انه كل الودائع الجديده بتيجي على الاقتصاد المصرف بتظهر كمان. خلنا ناخذ بعين الاعتبار انه اصحاب المصارف اللي حول ودعونا برا بحال رجعون ولازم يرجعون، كمان ننتبه انه ما يكون عندهم حريه يرجعوها مره ثانيه على حساب مئات الاف المودعين اللي ما عم بيقدروا يحولوا. نعم انا هذا اللي حبيت اقوله بس المداخله الثانيه. نعم شكرا لك نائب حاكم مصرف لبنان سابقا دكتور محمد بعصيري.